ونتحول لآخر أخبار الطقس مرة ثالثة وأخيرة نعود فيها إلى ميرنا إيهاب، تفضل. شكرا لكم إلهام وهبة، والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، الأسكندرية 27-21، مطروح 26-20، بورسعيد 28-23، والإسماعيلية 31-20. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 21، العريش 28-22، طابة 31-24، شرم الشيخ 33-26، والغردقة 33-25. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 24، أسوان 36-25، الوادي الجديد 37-22، شلاتين 34-25، وأخيرا حلايب العظمى 32 درجة والصغرى 26. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.